بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بصحة وعافية، وأن يوفقنا وإياكم لإرضاء ربنا وخدمة ديننا وإدخال السرور على قلب سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا مع القلوب ومع أحوالها، ما زلنا مع الوصية بضرورة إصلاح الظاهر وإصلاح الباطن. في الحقيقة أنا استوقفتني بعض مشاهد طلعت عليها في أحوال الصالحين وأحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي أن نقف عندها. يعني مولانا عليه الصلاة والسلام كان دايما يقول لسيدنا أنس بن مالك، وطبعا أنتم عارفين سيدنا أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، يقول له: يا أنس، إن استطعت أن تبيت وليس في قلبك غش لأحد فافعل، فإن ذلك من سنتي، ومن أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم اعتنوا بإصلاح قلوبهم، فلذلك وفق الله سبحانه وتعالى هؤلاء الكرام الكبار إلى خير كبير لهذه الأمة الإسلامية. كذلك وجدت مثلا سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه بيذكر أنه كان في يوم من الأيام في مجلسه، فدخل عليه رجل، وهذا الرجل كان قد نظر في الطريق إلى امرأة. فلما دخل هذا الرجل على سيدنا عثمان فقال له: تدخل علي والزنا ظاهر في عينيك. فقال الرجل لسيدنا عثمان: أنا ما زنيت. قال له: زنيت بنظرك، فزنا العينين النظر. ليس المراد هنا الزنا الذي يحصل به إقامة الحد، لا، وإنما معناه تجرؤ العين بنظرها إلى المحارم والعياذ بالله. فالرجل لما سمع هذه الكلمة وهو عارف أنه هو غلط ونظر إلى المحرم، الرجل قال: وحي بعد رسول الله، سبحان الله، هذا أمر عجيب. فقال له سيدنا عثمان: ليس وحيا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بصيرة وفراسة صادقة. البصيرة جت منين؟ جت من جلاء القلب. القلب لما انجلى وصفى وشفى وعفى حصلت له البصيرة، انعكس نور البصر على نور البصيرة، فأصبح المؤمن يرى بنور قلبه. الفراسة هي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهذه أيضا لها قصة عجيبة. الفراسة هذه لها قصة عجيبة. الفراسة هذه تجدها دائما مع أكابر الصالحين، سبحان الله. يعني أنت ممكن تشوف إنسان طالب علم مثلا تتفرس فيه أنه سيكون عالما، ممكن تشوف إنسان في عمله شاطر وبيجتهد فيه تقول البني آدم ده هيكون رجل أعمال كبير في يوم من الأيام. ليه؟ عنده ذكاء، عنده فطنة، أنت عندك فراسة. الفراسة دي نشأة من إيه؟ نشأة من نور في البصيرة، نشأة كذلك مع خبرات حياتية متراكمة تكون عند الإنسان. من الأمور أيضا التي قرأتها وعجبت لها جدا في سيرة الإمام الشيخ أبو القاسم الجنيد البغدادي رحمه الله. ومعروف الشيخ أبو القاسم الجنيد هذا كان يعني من أكابر الصالحين ومن أكابر العلماء العاملين، وكان يقال له سيد الطائفة، طائفة الصوفية، أو يقال له سيد الطائفتين، فهو إمام كبير رحمه الله تعالى ورضي عنه. والإمام الجنيد الذي رباه والذي علمه خاله الإمام السري السقطي، والإمام السري السقطي أخذ العلم عن الإمام معروف الكرخي، ومعروف الكرخي أخذ عن الإمام داود الطائي، داود الطائي أخذ عن ممشاد الدينوري، ممشاد الدينوري أخذ عن حبيب العجمي، حبيب العجمي أخذ عن الحسن البصري، الحسن البصري أخذ عن سيدنا علي بن أبي طالب
رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب أخذ عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. شوفوا إزاي سلسلة الرجل ده، السلسلة بتاعت العالم الجليل ده ماشية إزاي كده، موصولة بسيدنا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله رضي الله عنهم وارضاهم. فلما رباه خاله الإمام السري السقطي، وبعدين بدأ يكون كده صالح وعنده نبوغ، وكان الإمام أبو الجنيد أو أبو القاسم الجنيد في ذلك الزمان معاصر للإمام الحارث المحاسبي. عارفين الحارث المحاسبي ده إمام كبير من أئمة علم التزكية، علم إصلاح القلوب. ما أنت ممكن تيجي تقول لي أنا عايز أقرأ في علوم التزكية، أقرأ لمين؟ أقول لك اقرأ للإمام المحاسبي، إمام كبير في علوم التزكية وإصلاح القلوب، له كتب كثيرة متعددة للإمام الحارث بن أسد المحاسبي. ممكن تقرأ للشيخ اللي احنا ذكرناه قبل كده الإمام الكبير أحمد زروق الفاسي رحمه الله تعالى، أيضا له كتب كثيرة متعددة في التزكية وفي إصلاح القلوب. ممكن تقرأ للشيخ صاحب الحكم العطائية الإمام الكبير ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه. دول كلهم أئمة كبار مختصين في علوم التزكية، ودي علوم امتزج فيها العلم مع العمل، وما يقدرش حد يتكلم في العلوم دي إلا إذا تزكى، يعني إلا إذا هو تزكى، لأنه يعظ غيره، وكما يقولون الوعظ زكاة نصابه للتعاظ. يعني أنت عايز توعظ لابد أنت نفسك تكون متعظ في نفسك علشان الوعظ بتاعك يأثر في الناس، وإلا الوعظ بتاعك مش هيأثر في الناس. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا، كيف يصح به وأنت سقيم؟ إزاي هو هيصح به وأنت أصلا سقيم تعاني من هذه الأمراض؟ فلذلك يا أحباب كما ذكرت لكم الإمام الجنيد كان معاصر للحارث المحاسبي. حارث المحاسبي ألف الكتب التي ألفها في علوم التزكية بسبب الإمام الجنيد. إزاي؟ كان الإمام الحارث المحاسبي بيروح ياخد الجنيد من البيت ويقول له تعالى يا جنيد نتمشى شوية نتأمل، وكان السري السقطي يقول للجنيد ما تخرجش مع حد ولا تمشي مع حد من الناس إلا مع الإمام الحارث المحاسبي، أنا ما أمنش عليك مع حد إلا مع الرجل ده، الرجل ده صالح ومن أهل الله. لما كانوا بيخرجوا كانوا بيتكلموا في إيه؟ وإزاي قدر الإمام الحارث المحاسبي يتوصل لتصنيف هذه المصنفات بسبب الجنيد، وإيه اللي حصل بعد كده مع الجنيد؟ اسمحوا لي أن يكون ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يفتح لنا ولكم أبواب القبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.